هل تخيلت يوماً أن تعيش حياة كاملة تحت الماء؟ هذا الحلم أصبح أقرب من أي وقت مضى. ما الذي يمنعنا من العيش تحت الماء؟ هل هو مجرد خيال علمي أم حقيقة وشيكة؟ في هذا الفيديو سنأخذك في رحلة مذهلة لاكتشاف أحدث الاختراعات التي تسمح لنا بالعيش والتنفس تحت الماء. استعدوا لصدمة ستغير نظرتكم إلى المستقبل. سوبر، طريقة جديدة للغوص مع نظام إمداد هواء عائم على السطح وداعا للأسطوانات على ظهرك. وفقا لمبتكريه، فإن الغوص مع سوبر هو ما كان مجتمع الغواصين ينتظره. أخبرنا أيها الغواصون إذا كان هذا صحيحا. مع سوبر يمكنك الغوص حتى عمق 10 أمتار وقضاء ساعتين تحت الماء، يعمل ببطاريات قابلة للإزالة وفي حقيبة صغيرة، مما يلبي متطلبات الأمتعة اليدوية لشركات الطيران الكبرى. بالإضافة إلى ذلك يتضمن منافذ USB لشحن الأجهزة مثل الهواتف وكاميرات الحركة. سعر سوبر هو 700 دولار. القوة هي ميزاته الرئيسية. يبلغ وزن سكوتر تحت الماء الذي يعمل بالبطارية 3 كيلوغرامات و600 جرام، ويمكن التعامل معه بسهولة بيد واحدة، ويتيح لك استكشاف الأعماق بسرعة 1.8 متر في الثانية مع شحنة كاملة تدوم 100 دقيقة، فإنه يضمن مغامرات تحت الماء ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل طفوها الإيجابي لن تغرق السكوتر إذا انزلق من قبضتك. يمكنك الغوص حتى عمق 50 متراً مع الطائرة النفاثة السحرية، وللمتعة المزدوجة يمكنك الجمع بين سكوترين، ومع ذلك قد يخطف السعر أنفاسك. تكلف طائرة سحرية واحدة 800 دولار. مرحباً بك في جولة تحت الماء لا تتطلب مهارات الغوص، لأنك ستمشي بدلاً من ذلك. مناسبة للأعمار من 8 إلى أكثر من 80 عاماً، وهي متاحة للجميع. تمشى تحت الماء في أماكن مختلفة حول العالم، من جزر الباهاما إلى الفلبين وجوام. تستغرق عادة حوالي 25 دقيقة وتترك انطباعات دائمة. التقط ذكريات تستحق التأطير، حيث يسمح غالباً بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. يتوفر مشغلون محترفون عند الطلب، مثل أي جولة قياسية يشارك المرشدون. تضمن خوذات المسار سي 3 أضعاف الهواء المعتاد، وتساوي الضغط لتجنب أي حوادث. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك تصميمها بقرص أنفك وإزالة انسداد أذنيك تماماً، كما هو الحال في الطائرة أو حمام السباحة. تحافظ على رأسك جافاً، مما يعني أنك لست مضطراً حتى إلى إزالة نظارتك أو العدسات اللاصقة. في المكسيك يمكنك الاستمتاع بهذه الجولة مقابل 79 دولاراً للشخص الواحد. تحظى قفازات الزعانف الداكنة بشعبية لا تصدق، ليس فقط بين الغواصين ولكن أيضاً بين الناس. لا عجب في ذلك نظراً لتصميمها الدقيق. لاحظ طولها، فهي تختبئ بشكل مريح تحت بدلات السباحة. مع زعنفة داكنة يبدو الأمر وكأن راحة يدك قد كبرت بمقدار 70. علاوة على ذلك، بالمقارنة مع الطراز السابق، فإن هذه القفازات أكثر متانة وتوفر عزلاً حرارياً محسناً، مما يجعلها مثالية لرحلات الصيد الطويلة. الابتكار الرئيسي هو طبقة إضافية ثالثة دقيقة من اللاتكس مع ألياف القطن، مما يعزز الراحة في المياه الباردة. احصل على زوج مقابل 37 دولاراً. هل تساءلت يوماً كيف يكون الطيران تحت الماء؟ يمكن لأولئك الذين جربوا ركوب الجناح أن يخبروك. إنها آلة ذات جناحين متحركين متصلين بقارب بواسطة كابل، يجعلك تشعر وكأنك حورية بحر صغيرة أو دولفين. في حين أنها تبدو بسيطة، فإن تصميمها ذكي جداً. يمكنك الدوران حول محورك، وحتى مع وجود خزان فإنه يظل غير متأثر. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حبل خاص لقبضة مريحة بيد واحدة، مثالية لالتقاط صور سيلفي. بفضل سرعتها المثالية التي تصل إلى 7.4 كيلومتر في الساعة، يصبح التقاط اللحظة أمراً سهلاً، ويبلغ سعر الجناح 200 دولار. إذا تعمقت في البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تكتشف بعض الحقائق المدهشة. على سبيل المثال، تقتل أسماك القرش عدداً أقل من الأرواح كل عام مقارنة بالأبقار. ومع ذلك، فإن دفاع أسماك القرش هو ما يلفت انتباهنا هنا. دعونا نلقي نظرة عن كثب. إيسبير، طارد أسماك القرش الإلكتروني. تعرفوا على إيسبير، أول طارد إلكتروني محمول لأسماك القرش في العالم. يزن 250 جراماً فقط، وهو فعال على أعماق تصل إلى 100 متر، ويعمل لمدة تصل إلى ساعتين. يولد مجالاً كهرومغناطيسياً في مساحة تبلغ مساحتها 2.5 متر في متر واحد،
مما يسبب تشنجات عضلية لأي سمكة قرش تقترب كثيرا. هل أنت مهتم بتجربة إيسبير مقابل 300 دولار؟ منصة أورايون، المستقبل تحت الماء. تستمد منصة أورايون اسمها من ألمع كوكبة في السماء وتضيء حتى تحت الماء. توفر هذه المنصة إمكانيات عديدة، حيث أن مكونها الأساسي هو غطاء DPX1 يتيح لك حمل جهازك اللوحي إلى أعماق تصل إلى 60 متراً. وللتفاعل المريح مع الشاشة يوجد قلم خاص على شكل خنجر DPX3، وتبلغ تكلفة العلبة المخصصة للأجهزة اللوحية التي يصل حجمها إلى 11 بوصة 249 دولاراً. أوكسارما، قناع الغواص الذكي، ويطلق عليه اسم أوكسارما، وهو مزيج بين قناع ووحدتين إلكترونيتين. تتبع إحدى الوحدات بيانات مثل العمق وسرعة الصعود والنزول، بينما تقيس الوحدة الأخرى مستويات الأكسجين ومعدل ضربات القلب وحتى إمالة الرأس. وتنقل أوكسارما كل هذه المعلومات إلى الغواص باستخدام تقنية التوصيل العظمي، مما يجعلها أول قناع ذكي في السوق يفعل ذلك. قام أسرع المتحمسين للغوص الحر بشراء أوكسارما على كيكستارتر مقابل 540 دولاراً. سكوركل، التنفس تحت الماء لأي شخص. يتيح خزان سكوركل لأي شخص التنفس تحت الماء لمدة 10 دقائق، مما يجعله خياراً مثالياً لأولئك الذين لديهم فضول بشأن الغوص دون الرغبة في الاستثمار بكثافة في المعدات. سعر المجموعة 200 دولار. بنادق الرمح باثوس لايزر إيفو، تعتبر بنادق الرمح باثوس لايزر إيفو مناسبة للمبتدئين، ولكنها أيضاً تثير إعجاب الصيادين ذوي الخبرة. أولاً، قدم المبدعون قبضة دي أنجلو 2 الجديدة، والتي تتميز بمخزون أطول لتعزيز الراحة. ثانياً، آلية الزناد أكثر سلاسة مقارنة بالطرازات السابقة. ثالثاً، يأتي لايزر إيفو بأطوال تبدأ من 50 سنتيمتراً، وبفضل ديناميكيته المائية الممتازة لن تحظى حتى الأهداف السريعة بفرصة. استثمار غريب بسعر 187 دولاراً. معدات غوص متطورة لتجارب لا تنسى. بنادق الرماح باثوس لايزر إيفو، تعتبر بنادق الرماح باثوس لايزر إيفو مثالية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. تتميز بقبضة دي أنجلو 2 الجديدة التي توفر راحة أكبر، وآلية زناد أكثر سلاسة، وأطوال تبدأ من 50 سنتيمتراً. بفضل ديناميكيتها المائية الممتازة، حتى الأهداف السريعة لن تفلت منها. سعرها 187 دولاراً. أوشن جارديان، طارد أسماك القرش. يعد أوشن جارديان فريدم 7 طارداً متعدد الاستخدامات لأسماك القرش، مثالياً لأنشطة مثل التجديف بالكاياك والغطس. يعمل على مدى 6 أمتار ويستمر لمدة 6 ساعات بشحنة واحدة، ولكنه يعمل حتى عمق 50 متراً. سعره 414 دولاراً. سي فيو في 3، قناع الغوص كامل الوجه. يقدم سي فيو في 3 رؤية بانورامية بزاوية 180 درجة، ويوفر راحة مثالية بفضل تصميمه المبتكر. سعره 60 دولارا. بدلة أوشن وينجز، بدلة غوص مبتكرة مستوحاة من بدلات القفز بالمظلات، مصنوعة من النيوبرين وتوفر مظهرا عصريا. جهاز الغوص المحمول دايف بورتابل لونجز، هذا جهاز آخر لمن يرغبون في الغوص دون العبث بمعدات الغوص الثقيلة الضخمة. جهاز الغوص المحمول Dive Portable Lungs هو مجموعة غوص يمكن وضعها بسهولة في حقيبة الظهر، وتتضمن مضخة مع أسطوانة. كما أدركت بالفعل، يتم ملء الأسطوانة بالأكسجين من خلال مضخة يدوية. سيكون إمداد الأكسجين كافياً لمدة نصف ساعة تقريباً تحت الماء، لذا فإن الغوص الطويل والعميق ليس خياراً، لكن جهاز الغوص المحمول Dive Portable Lungs أكثر من كاف لاستكشاف بعض البحيرات أو قاع النهر أو البحر بالقرب من الساحل. والأهم من ذلك، يمكن دائماً إعادة تعبئة الأسطوانة. عليك فقط إعادة الصعود إلى السطح والقيام ببعض الضخ. سيكون جهاز الغوص المحمول Dive Portable Lungs مفيداً بالتأكيد لغواصي كرات الغولف. في ملاعب الغولف الجيدة يمكنك العثور على خزانات، بما في ذلك الخزانات العميقة حقاً، وتنتهي الكرات هناك بشكل دوري، وبمجرد ضياع الكرات يحتاجون إلى استعادتها. هذا ما يفعله غواص كرات الغولف، يغوصون في الماء ويستعيدون كل ما انتهى به الأمر هناك، على الرغم من أنه في كل مرة يتعين عليهم أخذ هذه الأسطوانة العملاقة المليئة بالهواء، والتي يمكن أن تزن 44 رطلاً على الأرض،
سيكون من الأسهل بكثير استخدام مجموعة صغيرة، أليس كذلك؟ حقيبة مقاومة للماء الشيء الوحيد المفقود لتمكين الغوص الحر في أي وقت وفي أي مكان هو هاتف ذكي مقاوم للماء، أو على الأقل حقيبة مقاومة للماء حتى تتمكن من أخذ الأجهزة وكل ما تحتاجه إلى أي عمق معقول تقريباً. علاوة على ذلك، فإن هذه الحقيبة المعينة لا تحمي الهاتف الذكي من الماء فحسب، بل تتيح لك استخدام جميع وظائفه. حسناً، يعني ربما لن تتمكن من إجراء مكالمة من قاع البحر، لكن التقاط الصور أصبح الآن سهلاً. مادة الحقيبة لها ملمس لطيف ولا تمنع شاشة اللمس من التعرف على اللمسات. الجانب السلبي الوحيد هو أن Touch ID لن يعمل في هذه الحالة. Ocean Space Habitat، لماذا لا تخيم تحت الماء؟ دفعت هذه الفكرة الباحث في ناشيونال جيوغرافيك مايكل لومباردي وأستاذ جامعة نيويورك وينسلو بورليسون إلى إنشاء Ocean Space Habitat. ما يبدو وكأنه خيمة ممتعة تحت الماء هو في الواقع نظام دعم حياة محمول للغواصين. تخيل أنك مضطر لقضاء الكثير من الوقت تحت الماء، على سبيل المثال لدراسة أخطبوط نادر، لكن الغوص بمعدات الغوص العادية غير مريح دائما. الغوص العميق يعني وقتا أقل في قاع البحر، لأن جسم الإنسان يمتص الهواء بشكل أسرع عندما يغوص بشكل أعمق. ضع في اعتبارك أنك لا تزال بحاجة إلى الظهور بأمان وليس بسرعة كبيرة. تعالج الخيمة تحت الماء كل هذه المشكلات. تتيح لك Ocean Space Habitat توفير الهواء والاختباء من المخاطر المحتملة تحت الماء في ملجأ للطوارئ. داخل الخيمة يمكن لعدة غواصين الدخول إلى الغرفة الجافة في نفس الوقت وخلع معداتهم والتحدث والأكل وحتى النوم، بينما ترتفع الخيمة ببطء وأمان إلى السطح، كما أنها تخلق مساحة جافة ومحمية للعمل تحت الماء مثل مكتب الغواص، حيث يمكنك معالجة بعض العينات وإعداد الكاميرا وأشياء من هذا القبيل. وفقاً لموقع المشروع الرسمي، كانت هناك حفلات شاي تحت الماء في Ocean Space Habitat. لماذا لا تعمل هذه الخيمة مثل فقاعة الهواء؟ تساعد هذه الفقاعة حقاً على البقاء تحت الماء.